اللي شهدتها المباراة تفاز فيها نجم الساحلي جزائية نفمين بلاش. هذه كرة مرفوعة خطيرة لنجم الساحلي، فرصة الأول، الهدف الأول، جول لنجم الساحلي. أسامة عبيد يفتتح النتيجة. أسامة عبيد فلت في كرة في القائمة الثاني، والهدف الأول، الهدف الأول، جول لنجم الساحلي. ريان الدربيلي يرفع في منطقة الجزاء، نبقى والهدف الأول للأولمبي الباجي. محرز براجع، والهدف الثاني، والهدف الثاني، وسيم الشيحي، وسيم الشيحي، كوتشين كانيون.